بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلاب، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. رؤيتنا إعداد جيل منتمٍ لدينه ووطنه، متسلح بالعلم والقيم في بيئة آمنة ومحفزة. قطر تقود التعليم عن بعد. التعليم عن بعد ريادة قطرية. نبدأ بأهداف الدرس الرابع اللي هو كتابة المقادير الجبرية. من المتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن يستعمل المتغيرات لكتابة مقادير جبرية بطريقة صحيحة. المتغير يكتب في صورة حرف ويمثل كمية يمكن أن تتغير. يمكنك استعمال متغير لكتابة مقدار جبري يتضمن عملية حسابية واحدة على الأقل. العبارة اللفظية هنا يا شباب مجموع 8 والعدد ايه؟ المتغير هو ايه؟ والعملية الحسابية الجمع، المقدار الجبري ايه زائد 8. العبارة اللفظية أقل من العدد ب بمقدار 5، المتغير هو ب، العملية الحسابية هي الطرح، المقدار الجبري ب ناقص 5. العبارة اللفظية ناتج ضرب العدد 8 في العدد سي، المتغير هو سي، العملية الحسابية هي الضرب، المقدار الجبري 8 سي. العبارة اللفظية ناتج قسمة العدد دي على 2، المتغير هو دي، العملية الحسابية القسمة، المقدار الجبري دي تقسيم 2. بعض القواعد والتعريفات الهامة: المقدار الجبري هو نوع من المقادير الرياضية التي تتضمن متغيراً واحداً على الأقل وعملية حسابية واحدة على الأقل. 2x تعني 2x، ضعف x برضو معناها 2x، ثلاثة أمثال x يعني 3x، مجموع x و y x زائد y، ضعف مجموع x و y 2 أقواس بداخلها x زائد y، 6 أمثال مجموع x و y 6 أقواس بداخلها x زائد y، مجموع 2x زائد 3y يبقى 2x زائد 3y، 6 أمثال مجموع 2x زائد 3y 6 أقواس بداخلها 2x زائد 3y. اكتب مقدارا جبريا يمثل كل موقف اقل من العدد واي بمقدار 5. برافو يا بطل، احسنت، بارك الله فيك. اللي بيقول واي ناقص 5. 6 امثال مجموع 2 اكس زائد 3 واي، ممتاز 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 يا بطل. 6 اقواس بداخلها 2 اكس زائد 3 واي. استعمل المقدار دبليو تقسيم 4 زائد 12.5 ناقص 7 في الاجابة عن الاسئلة التالية: ما عدد الحدود في هذا المقدار؟ وضح إجابتك. عدد الحدود كم يا أبطال؟ 3، لأن اللي يفصل الحد من الحد هو أو هي إشارة زائد أو ناقص. نوضح إجابتنا بأن الحدود هي W على 4 و 12.5 و 7 زد. السؤال التالي: أي حدود في المقدار له معامل؟ وضح إجابتك. يبقى الحد اللي له معامل هو إيه؟ أحسنت، ممتاز، بارك الله فيك، 7 زد. ليه يا بطل؟ لأن المعامل هو عدد مضروب في متغير، يبقى 7 مضروب في إيه؟ زد. أي حدود في المقدار هو قيمة ثابتة لا تتغير؟ برافو، ممتاز، أحسنت يا بطل، اللي هو إيه؟ 12.5. أكتب مقدارا جبريا يمثل كل موقف. 12 مضروب في العدد جي، بارك الله فيك، أحسنت، اللي بيقول 12 جي. بي من الريالات مضافا إليه 22 ريالا. يلا يا أحباب، برافو، ممتاز، اللي بيقول بي زائد 22 لأنه مضافا إليه. 22 مقسوم على إس، برافو برافو أحسنت، اللي هو بيقول 22 تقسيم إس. 12 وثلاث أرباع أقل من ناتج ضرب 7 في العدد x، برافو يا بطل، ممتاز، 7x ناقص 12 وثلاث أرباع. اذكر عدد الحدود في كل مقدار.
اس ناقص جي. احسنت، برافو عليك اللي بيشارك وبيقول اثنان حدان. ثلاثة زائد نص بي. احسنت يا بطل، بارك الله فيك، حدان فعلا. في تقسيم ثلاثة زائد 2.5. برافو برافو، ممتاز فعلا، حدان فقط. 16.2 ناقص أقواس بدخلها 3 ضرب 4 زائد 2 أقواس بداخلها 14 تقسيم 2. عدد الحدود هنا كم يا أبطال؟ برافو يا بطل، بارك الله فيك، ثلاثة حدود، لأن اللي يفصل الحد من الحد هي أي إشارة زائد أو ناقص فقط، يبقى ثلاثة حدود. ثانيا، أهداف الدرس الخامس اللي هو إيجاد قيم المقادير الجبرية. من المتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يوجد قيمة مقادير جبرية تتضمن أعدادا كلية وقصور اعتيادية بطريقة صحيحة، أوجد قيمة كل مقدار عند القيمة المعطاة. المقدار الأول، زد تقسيم الأربعة عندما تكون الزد 824. نضع قيمة الزد اللي هي 824 تقسيم الأربعة، ونبدأ في القسمة من جهة اليسار إلى اليمين. 8 تقسيم الأربعة يساوي كام؟ 2. 2 تقسيم الأربعة ما يصير، نضع صفر ونأخذ 24 تقسيم الأربعة فـ6، فيكون ناتج القسمة النهائي هو 206. المقدار التالي، 6 تي تقسيم 9 ناقص 22 عندما تكون التي بـ60. احنا عارفين يا احباب اللي بين الستة وبين التي علامة ايه؟ ضرب. برافو عليكم يا احباب اللي بتشاركوا معايا بيقولوا ضرب. فنضع ايه؟ التي بين ايه؟ بقيمة التي بـ60 ونضعها بين ايه؟ اقواس، فيكون الستة ضرب الستون تقسيم التسعة ناقص 22، ونبدأ من جهة الايه؟ اليسار، الضرب اولا ثم القسمة، يبقى 6 ضرب 60 فيكون الناتج 360 تقسيم 9 ناقص 22. 360 تقسيم 9 نقسم 36 أولا تقسيم 9 فيكون الناتج 4، ثم 0 تقسيم 9 يكون الناتج إيه؟ 0. فيصبح ناتج قسمة 360 تقسيم 9 هو إيه؟ 40 ناقص 22، فيكون الناتج النهائي ناتج الطرح هو إيه؟ 18. المقدار التالي، R تقسيم 2.4 عندما تكون قيمة الـ R 16.8. نضع قيمة الـ R 16.8 تقسيم 2.4. احنا عارفين يا احباب ان لابد يكون ايه؟ ان المقسوم عليه لازم يكون عدد صحيح، ما يكونش فيه فاصلة، والكلام ده خدناه في منتصف الفصل الاول. طب نعمل ايه عشان نشيل الفاصلة يا ابطال؟ مين يشارك معايا؟ احسنت يا بطل اللي بيقول لك بنضرب في 10 لان الفاصلة عقب رقم، يبقى نضرب المقسوم في 10 وكذلك المقسوم عليه نضربه في 10، فيكون الناتج بعد عملية الضرب في 10 هي 168 تقسيم 24، ونقسمها قسمة مطولة فيكون الناتج هو ايه؟ 7. المقدار التالي، 9.85 او 9.85 جزء من 100 ضرب الايه؟ الاس، عندما تكون قيمة الاس ايه؟ 4. نعوض عن قيمة الاس ب4، يبقى 9.85 ضرب الـ4، نقوم بالضرب من جهة الايه؟ اليمين إلى اليسار. 4 ضرب الـ5 يساوي كم يا أحباب؟ يساوي 20، صفر معنا الاثنان. و4 ضرب الـ8 32، وكمان اثنان يكون الناتج 34، 4 معنا 3، ونضع الفصلة التي بعد ايه؟ رقمان. ثم نضرب الأربعة في التسعة 36، ومعنا 3 يكون إيه؟ 39، فيكون الناتج النهائي هو 39.40 جزء من 100. أوجد قيمة كل مقدار عند الإكس تساوي 6.4. المقدار الأول، إكس تقسيم الأربعة، نضع قيمة الإكس 6.4 ونقسمها على 4 فيكون ناتج القسمة هو 1.6. المقدار التالي، x ضرب 3.35، نضع قيمة x اللي هي كام؟ 6.4 ضرب 3.35، ويقوم بعملية الضرب فيكون ناتج الضرب النهائي هو 21.44 من 100. المقدار التالي، 2x زائد 3.1، نضع قيمة x اللي هي كام؟
6.4 بالأقواس، يبقى 2 ضرب 6.4 زائد 3.1، ونبدأ بعملية الضرب إيه أولاً، يبقى 2 ضرب 6.4 يكون ناتج إيه 12.8 زائد 3.1، فيكون ناتج الجمع النهائي هو 15.9. وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.